ونعود إلى الشأن المحلي، حيث قال وزير النقل هشام عرفات إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات المنفذة في قطاع الطرق والسكك الحديدية لخدمة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية. وأعلن الوزير خلال زيارة لمحافظة الشرقية بصحبة المحافظ خالد سعيد عن تنفيذ مشروع كهرباء خط بنها الزقازيق الإسماعيلية بورسعيد بتكلفة 4,500,000,000 جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير السكك الحديدية لتأمين الطرق من الحوادث وزيادة حركة الوظائع والتجارة وتحقيق التنمية المستدامة.